طيب شباب، اليوم محاضرتنا عن ايش يا دليل؟ ليكسيكال سيمانتكس. تعرفوا شو معناها سيمانتكس انتو؟ لا سيمانتكس باللغة شو معناها؟ المعنى الدلالي او دلالة المعنى. طب هاي بايش درسناها احنا قبل هاي المحاضرات؟ سيمانتيكو. وفي ايش كمان؟ في ايش اول ما تعرضنا لتعريف السيمانتكس؟ في اللوجيك. شفنا شو معنات السيمانتكس والانتربريتيشن، كيف كنا نمثله، شو الفانكشن تبعه، الانتربريتيشن فانكشن. ذكر الانتربريتيشن فانكشن اللي شو بيساوي؟ باخذ الكونستانت بعمل له مابينج على اوبجكت، مظبوط، على اوبجكت في الدومين والفاريبلز، ها، وكمان الريليشنز لو البريديكيتس على الريليشنز موجوده بالواقع. هذا كان اللي هو ايش تعريفنا للسيمانتكس، الفورمال سيمانتكس اسمه، هذا اسمه اللي اخذناه اللي درسناه قبل هيك اسمه فورمال سيمانتكس. فورمال جاي من انه لوجيك او فيرست اوردر انتربريتيشن. هلا اليوم عم ندرس عن الليكسيكال سيمانتكس، وهون كلمه ليكسيكال شو بتعني؟ لغوي، انجاز التعبير، معجمي لغوي. هلا ففي صار هلا سيمانتكس وكانه من نوع اخر، وكانه هلا بوضح الفرق، بس معني في دراسه اللي هو المعنى الدلالي في اللغه لغويا، مش باللوجيك، مش باللوجيك. هلا مش انه الفرق بينهم شاسع بين الفورمال سيمانتكس والليكسيكال سيمانتكس، بس صراحه الليكسيكال سيمانتكس في زي ما ندرس اليوم هو موضوع، هو مش فانكشن زي الفورمال سيمانتكس. بالفورمال سيمانتكس بدنا نقول الفورمال سيمانتكس له ديفينيشن، مضبوط، شيء له ديفينيشن. هلا هذا زي علم الفورمال سيمانتكس والمالتي لينجواليزم. شو يعني مالتيلينجواليزم؟ تعددية اللغة. طيب درسنا أول إشي إحنا عن هاي، لازم فوق شوي، درسنا عن اللينغويستيك أونتولوجيز والأبليكيشن أونتولوجيز. لا ما درسناش عن اللينغويستيك أونتولوجيز، لسه ما درسنا عن عن إيش درسنا؟ أنا أعطيني أبليكيشن أونتولوجي، مثال أبليكيشن أونتولوجي الإن جفرمنت أونتولوجي، يعني ناخذ دومين معين او كلاس اوف ابلكيشنز بنعمل لهم انتولوجي عشان يشتركوا فيها، وبالتالي هي بتكون الريفرنس تاع السيمانتكس تاعهم، مضبوط؟ هلا في شيء اسمه لينغويستيك انتولوجيز. لينغويستيك انتولوجيز هي مش دومين انتولوجيز زي ما بدنا نشوف، حنشوف الفرق بينهم، بعدين حنشوف شو معناته الليكسيكال سيمانتكس. في شيء اسمه السيمانتك تريانجل، وفي مفهومين بدنا نعرفهم اليوم، واحد اسمها فولوسيمي سينونومي، ترادف وتعدد المعاني والمالتيلينجواليزم. طيب ما كانش زمان الناس مهتمين بشيء اسمه لينغويستيك اونتولوجيز، كان كل الشغل على ايش؟ على الابلكيشن اونتولوجيز. كل ما يعني بعض الابلكيشنز بدهم يتناقلوا بيانات وبدهم شيء هيك ريفرنس بينهم، نعمل هذا الريفرنس، نعمل انتولوجي ونحطها هناك، وبصير زي ما شفنا في الاي جفرمنت وفي الاي كوميرس والى اخره، وفي السيمانتك ويب بنعمل ابلكيشن انتولوجيز او دومين انتولوجيز. ما عمر ما حد سال طب هل من بيجي نعمل انتولوجي لكل شيء في الدنيا؟ وخلص هات نشوف في الابلكيشن انتولوجيز زي ما حكيته، هاي ايش نستعملها زي الاي جفرمنت اونتولوجي تو ريبريزنت دي سيمانتكس اوف ا سيرتن دومين او ابلكيشن، مظبوط؟ وزي الزنار اونتولوجي اللي هي فلسطين الاي جفرمنت اونتولوجي، زي شيء هاي كاستمر كومبليت اونتولوجي، في شيء اسمه فوف اونتولوجي. هلا اذا هاي
زي ما شفتوا فيها اذا تتذكروا في الاي جفرمنت انتولوجي لما كنا كومباني شو كان قصدنا بكومباني؟ ها؟ علي صدقكم نوع من انواع الليجل بيرسونز مزبوط. طيب بس بالواقع شو معنى كومباني؟ وشو كمان؟ مجموعة رفقة. هذا بقى كومباني يا استاذ. رفقة ومجرة هلا. فباللغة في تعدد معاني، بس احنا لما نبني ابلكيشن انتولوجي عادة ننتبهش نعمل لمعنى واحد. اقول لك ليش؟ لانه اصلا في الابلكيشن انتولوجيز كل الكلاسز والكونسبت اللي شفتوها هي عبارة عن كونسبت وليس كلمات، صح؟ بغض النظر نكتبها بالعربي ولا بالانجليزي ولا بانو لغة ولا حطينا ايه ولا بي 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 مش مشكلة. هي معنى معين، هي المعنى اللي بنقصده مش الكلمة اللي بنستعملها. مظبوط؟ طيب هذا الكلام بزبطش لما نيجي نعمل انتولوجي لكل اللغة. لكل اللغة معناته لازم نحكي عن انو معنى نقصد لهاي الكلمة. في الابلكيشن انتولوجي كمان هي بتمثل الابلكيشنز نوليدج. مظبوط؟ الابلكيشن انتولوجي هي زي نوليدج بيز، هي نوليدج حول دومين معين. وكمان ممكن نستعمل كداتا ستراكشر زي سكيما لا شيء معين. وقالوا لي بستعملها كل الابلكيشن في الدنيا بتستعملها الابلكيشن انتولوجي؟ مثلا اي جفرمنت انتولوجي بيستعملوها الوزارات واللي بده يتناقل لهذا الهدف من الامور من الشيء اللي بيلزم بالاي جفرمنت، بس ما بنستعملها لا في الاي كوميرس ولا في ابلكيشنز ثانيه. بينما اللينغويستيك اونتولوجي، شيء اللينغويستيك اونتولوجي هي اوسو ريبريزنت سيمانتكس زيها، بس مش لسيرتن دومين او ابلكيشن ولا لايش؟ لا فاهمين؟ ها؟ لا معاني كلمات لغه ما. هلا اندبندنتلي باستقلاليه عن الابلكيشن، ما نفكرش اصلا في ابلكيشن. يعني نقول هل بنعمل لكل اللغه العربيه نبني انتولوجي. هلا شو يعني شو الفرق بين نبني انتولوجي لكل اللغه العربيه وبين نبني انتولوجي للاي جفرمنت؟ شو الفرق؟ اللغه العربيه كل المعاني، انه بده ياخذ كل شيء، بده ياخذ كل كلمات اللغه العربيه واخذ بعدين مش كلمات، واخذ معاني الكلمات اللغه العربيه كلها ومنها. بينما لما اقول جفرمنت انتولوجي انا باخذ الكلمات اللي بتلزم بالاي جفرمنت دومين ومعنى واحد لها عادي. مزبوط؟ هلا بالتالي هون في اللينغويستيك انتولوجي احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هاي ريكويرمنت جديده، انه الكلمه لها اكثر من معنى. احسن لو اني قسمت مثلا اللغه لاقسام وبعدين جمعت، يعني مثلا نفس الشيء لينغويستيك انتولوجي بعدين كلاسز منها مثلا الشيء السياسي الشيء الاجتماعي وكذا وكذا. هي نفس الشيء مجموعهم كله بقدرش اهدف الشيء الكبير مره واحده بقسمه كلاسز هي طريقه البناء، بس انا بقصد الصوره النهائيه. ما انا مضبوط كلام قصده ليش نبني اللينغويستيك انتولوجي مره واحده؟ بنروح نعمل واحده للسياسي واحده للاقتصاد واحده ل هي هيك اصلا. ايه على فكره هاي على كل حال هاي طريقه البناء، هاي ميثودولوجي اللي بنحكي عنها، بس الصوره النهائيه لازم تكون انها تمثل لكل تمثل. بس على فكره هو مظبوط الكلام بس مش 100%. كيف؟ لو انا ابني اي جفرمنت انتولوجي لفلسطين مش بالذات زي ما ابني اي جفرمنت انتولوجي للاردن. ليش؟ لانه انا هون بفلسطين شو اللي بمثله؟ الابلكيشنز نوليدج بمثل مثلا فلسطين، بمثل اللي هي القوانين الفلسطينيه، في الاردن بمثل القوانين الاردنيه، بتختلف تماما. يعني واحد شو بقول لك شو معناته الراتب؟ الراتب السالري بيختلف تعريفه من الاردن لفلسطين لمصر لدول اخرى، بتختلف طريقه، بتختلف حسابها، بيختلف. فهي بتمثل ابلكيشنز معينه. بينما
لما بنحكي عن linguistic ontology ايش بنحكيها؟ صحيح عن common sense knowledge بالواقع بالحياة بشكل عام. يعني هاي معرفة إنسانية مش معرفة لدولة معينة أو لشيء معين. ومنستعملها عادة هاي في جنرال بيربس. على فكرة معظم استعمالات linguistic ontologies في information retrieval ومواضيع natural language processing المشين ترانسليشن وهل المجرد. اوكي هلا بدنا نفهم عشان نساوي عشان اكبر مشكله نفترض انه هون عندك كافي كل شيء وهون في شيء جديد الا شغله واحده على فكره او اهم شغله اللي هي البروسيم اللي هي تعدد معاني الكلمات وشو معناته الكومن سنس. طبعا عشان نفهم هذول قبل ما اورجيكم لينجويستيك انتولوجيز اللي هم بالماده هاي بورجيكم ثنتين واحد اسمه الويب نت اللي هي للإنجليزي وحنورجيكم الأرب الأنتولوجي في المحاضرة اللي بعد. إحنا بدنا إيش تبي الجامعة؟ الأرب. إحنا نبدأ مش بدنا من سنتين. هلا فحندرس بس قبل ما ندرسهم بدنا ندرس إيه اللي هو إيش اللي بنسميه علاقة الكلمة بالمعنى. شو تعني شو المحاضرة اليوم؟ علاقة الكلمة بالمعنى. طيب فنيجي على الموضوع اللي هو الليكسيكال سيمانتكس. فشو الليكسيكال سيمانتكس؟ شو هو يا مروه؟ شو يعني معناته سونيا؟ بين الكلمه والمعنى. طيب هلا في الكلمه بدناش نبدنا على فكره مش لازم احنا نحكي الكلمه احنا مجازا نحكي الكلمه. احنا شو لازم نقول؟ لازم نحكي ليكسيكال يونت. ليش ليكسيكال يونت؟ لانه الكلمه كلمه واحده تحتمل اكثر من بينما لو جيت قلت السلطه الوطنيه الفلسطينيه تعبير ثلاث كلمات. هلا هو تعبير اسمه اكسبريشن ويرد. خلينا نسميه في ناس يسموه ويرد فورم او ليكسيكال يونت. يعني ايش ليكسيكال؟ يعني ناخذها يونت كامله كل ويرد هي ليكسيكال يونت. هاي تعريف ليكسيكال يا هو كلمة يا عدد من الكلمات بس هذا البلوك واحد بلوك واحد لأنه بيعملوا إشي. يعني كنت السلطة إشي الوطنية إشي الفلسطينية إشي كل واحد لحاله لما تجمعهم كلهم بيعملوا إشي معين بيعملوا إشي معين فبيختلف معناهم هم مع بعض عن معنى كل واحد لحاله. هلا فالليكسيكال سيمانتكس is the study whether the meaning of a lexical unit is established by looking at its neighbor in semantic net. يعني نقد لو شفنا الجمل يعني نفسي أنا سؤال أنا سأكون سؤال هاي مثلا جملة بغض النظر أي شيء لو طلبنا كلمة لو طلبنا منها كلمة هو أو نقد الجملة الأولى أحسن كلمة study هل الكلمة هيك سؤال هل يمكن تحديد معنى الكلمة لحالها ولا دائما تعتمد على اللي حواليها؟ معظم الأوقات يعني مش دائما. أنا هو بيقول نقدر نفهم الكلمة لحالها نقدر. في كلمة تعتمد على معنى. ها؟ يعني ممكن تكون فعل ممكن تكون اسم. إذا كانت اسم خلص. بس مثلا قصدكم تقولوا هل هو خلص ولا يمكن النام أسهل نعرف؟ بس مش ضروري يعني. يعني اسم محمد مثلا هو صفر. يعني يعني جاء الولد إلى المدرسة. جاء الولد إلى المدرسة. كلمة المدرسة. تنفهم معناها لو كل كلمة مدرسة. إذا معناها بدون أي جملة. ودائما حطيتها نفس الجملة تطلع نفس المعنى. على فكرة مش هتتفقوا لأنه كل العلماء بالتاريخ مختلفين مقسمين لمدارس. هلا بنشوف. هلا بنشوف. There are several theories and approaches of the classification and the composition of word meaning.
the differences and similarities in lexical semantics, or sorry, the lexical structure between different languages and the relationship of word meaning to sentence meaning. في إشي خلينا نقول في sentence meaning وفي word meaning. يعني أنا ممكن لو أعطيت جملة مكونة من خمس كلمات وسألتكم عن معنى كل كلمة ممكن أوكي ولا تحكوا أشياء. طيب لو جينا هذول الخمس معاني اللي حكيتوها جمعناها مع بعض، هل اللي بيطلع بالضبط معنى الجملة؟ مش دائما. فعلى كل حال أنا هون بصفنا هون إحنا ما بدنا ندرس لغويات بمعنى الثيوريتيكال الموضوع، بس على كل حال إحنا بالنسبة لنا بدنا إيش نركز على إنه المابين بتوين الويرز and concepts واللي هو شو يعني lexical semantics؟ يعني هو علاقة الكلمات بمعاني، وكلنا بتعتمد على موقعها بالجملة، في أشياء بتعتمد على موقعها بالجملة، في عدة اعتبارات خلينا نقول. طب هل ممكن لو لقينا الجرامر تاع اللغة، يعني هل معاني الكلمات مستقلة عن الجرامر تاع اللغة؟ طبعا لا. هلا اذا مش مستقل عن الجرامر تاع اللغة معناته بما انه كل لغة بتختلف عن الثانية، كل كلمة في اللغة بتختلف بصيغة، معناته مش ممكن نقدر نعمم العلم اللي بنعمله للغة العربية، مش ممكن نقدر نعممه على لغة ثانية؟ مش بالضبط، ولا بطل العلم علم؟ صار كل لغة بدها علم ولا لا؟ نفس البدايات بس يعني ما بقدرش اعمل لغة خاصة عربية اللغة العربية كده رح تطلع مصطلحات اللغة الإنجليزية، يعني هي طريقة إن المعنى الجملة مش بالضبط، لأنه الجرامر معروف حركات بتختلف، إذا حركة بغير كل معنى كده طبعا تغير كده ترتيب مواقع الأشياء، يعني مثلا فعل أفضل مظبوط. ما هو هل عمم ولا كل اللغات؟ مش المعنى على قواعد اللغة. بعد عصبيات اللغة. بقدرش أجاوب أنا. بس إذا قلتوا إياه، إذا في حد عندكم هيك عنده شغف وشهوة العلم والمعرفة، في عدة ثيوريز في هذا الموضوع. بريستراكتشرليست سيمانتكس أو structuralist and non-structuralist semantics، هاي كلها واحدة، كل واحدة منهم هذول مدرسة. في إشي اسمه interpretive semantics، generative semantics، cognitive semantics. يا ريت هيك يعني هذا من بعد المادة هيك هذا من مليح هذا يطلع على، لأنه بصراحة هاي عفيف اللي بيشتغلوا في هاي المواضيع مش بس اللغويين، حتكتشفوا إنهم فلاسفة وسياسيين. ومقابله بالعربي هم حسب يعني الحاكم اللغة العربية كانت أكثر بكثير زمان، وجزء الوقت الحاضر في اللغويات أقل من الحاكم اللغة العربية. الناس اللي بيشتروا بالعربي بيشتروا بالأدب والنبو، بس فيش يعني مرات أبحاث تطبيقية للغة. طيب على كل حال كل هذا الكلام ما بيعنيش يا شباب، أنو الصح؟ هل نقدر نفهم اللغة؟ هل نقدر يعني نربط اللغة مع المعنى مع القواعد ولا كله بيعنيش؟ يعني ليش؟ كان يكون واحد يعطينا ثيوري صح 100%، بس احنا هون ايش؟ شو تخصصنا يا محمد؟ انجينيرز اي تي. احنا معنيين شو؟ معنيين في شو؟ نعمل ابلكيشنز احسن ذكية. ليش احنا في الذكاء الصناعي من مسار المواضيع؟ لانه احنا يعني مشكلة اللغة عادة هي مشكلة من في الاي اي، عادة مشكلة اللغة مع الاي تي، وبالتالي احنا ندرس الامور عشان نخلي كمبيوتر يفهم، او على الاقل انه نعطي بيتر ريزلتس. مزبوط؟ بالضبط العلاقة بين الاي اي واللغة، يعني وين العلاقة؟ يعني توضيح، يعني بدي اعطي نايف انسر انا اول شيء، كيف الكمبيوتر بيقدر يفهم عليك؟ مش ضروري يعني، عشان اول شيء عشان الكمبيوتر يقدر يترجم لك
عشان تسألي جوجل سؤال بدك اياه وجوجل يجاوبك عشان لما تطبعي على نتاج بتبحث عن اشي والله بتقولي والله هذا نتاج ذكي كتبت اسمي غلط وانا بدي اجيب ذكي وجوجل ذكي بكتب له ايش ما اكتب له بفهم علي بكتب ايش ما بكتب باللغه والله كنت تقولي هذا برنامج ذكي مترجم شفتي كيف هلا من هناك من ثاني ندخل بالعلاقة اللغات في ال... في ال... في الذكاء الصناعي طيب هلا احنا اللي بندرس اليوم مش هاي النظريات هلا حنعمل يعني ابروتش عشان نفهم فيها الامور انا ما بقدرش اتعرف عن هاي الابروتش لو في حدا لغوي هون بجيش اعتقد عليه بقول له كيف شوي انا اللي بشتغل كثير بشتغلش في النظريات تبعتكم انا بس انا اللي كل بحاول اعمله اني اعمل انجينيرينج او يعني ابروتش ها اللي احنا بنساويه اشي بس انه من ناحيه انجينيرينج احسن مش منه انه صح في الواقع ولا مش صح في الواقع بس هيك بخدمنا في الابلكيشنز تبعنا طيب شفتوا هذا المثال قبل هيك ها طيب اليوم بنخوض بتفصيل ادق اذا بتتذكروا اذكركم بس انه في عندنا شو معنات المعنى عاده نقول او شو مثلث المعنى مثلث المعنى انه في عندنا سيمبل يا كلمه يا صوت يا شيء مكتوب بنبني تصور في راسنا لما نقول انسان كل شو يعني انسان يعني ان هاي انسان طيب هاي انسان هذا انسان طيب على فكره فكل واحد عندنا في راسه تصور للانسان هلا على فكره اذا موجوده ورجيكم شغلات نصكم يقول نصكم يقول لا تبين يعني الانسان هاي صعب على يجيب مثال بس بجوز ممكن لو كنا مفتاح لو كنا مفتاح بجوز او اقول لكم شو كتاب اصعب شيء كتاب انا بتاكد انه بس نسبه بجوز 70-80% منكم من الحالات بتتفقوا والباقي بتختلفوا على شو يعني كتاب لانه في اشياء لو تشوف تقول هل هي كتاب شيء بيقول وشيء بيقول لا يقول لا مو كتيب هو نوع من انواع جنس من اجناس الكتاب مختلفين لا مختلفين على البطريق شو البطريق؟ هذا مش الخاص بالنسبة هو هنا اختلاف الكونسبت مع السيمبل والسيمبل لا أنا مش هلو عارفك مظبوط كده هل اللبني؟ اللبني نوع من أنواع اللبن ولا نوع من أنواع الجبني؟ لا أنا بقول عن الجبني لا بالحلم هل اللبني؟ تعرفوا اللبني؟ خلينا نأخذ اللبن من الزراعة هذه. أستاذ لا في اختلاف عن جد حقيقة. مثلاً البندورة إحنا نصنفها من خضروات. فواكه. نفس صفات الفواكه ونفس طريقة البندورة. طيب على كل حال إحنا في عنا تصور وإيش وفي الأشياء الموجودة بالواقع يعني بمعنى آخر. لاحظوا كل هاي الاشياء انا اخترعها الانسان وهذا الانو اللي برضه اخترعه تصور بس هذول اخترعهم الانسان اهم شيء تعرفوا هاي الشغله هاي موجودات هاي شيء بالواقع موجودات بصير الانسان هلا بالواقع ترى يعني زي ما دائما بقول بيجي حدا من المريخ بطلع اثنين بدخلوا على الغرفه بتطلع على الصف بدهم يسرقوا هلا واحد بيقول بتطلع عمره ما شافوا هاي الاشياء الموجودات اللي شايفينها بيقولوا بدهم مثلا ايش يسرقوا الكراسي بصير الواحد يقول لصاحبه الاول يقول لصاحبه يعني دور على الكراسي بجوز هذول ما يهمش زي هاي هلا هو بالنسبه له كيف بده يوصف او كيف بده يشرح صاحبه اصلا انه اعطيني الكراسي بصيروا كله يعطينا هاي الموجودات اللي إلها كذا اللي عادة الناس بتقعد عليها اللي كذا بصير إيش يوسف
فيها يعني يعطيها صفات صح حتى صاحبه يفهم عليه. هلا اذا في اشي بيشبه هذول الكراسي بس بده لك بده كمان كله دير بالك مش تاخذ كمان هذول اللي قلت كذا 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 كذا. هلا نفرض انه راحوا وهو صاحبه الاول هذا اللي حكى هيك بدوش يرجع ثاني يوم وكله يا زلمه جيب هذول اللي هذيك المره حكيتها حد المره الثالثه بصير بعدين ايش بيساووا؟ بيعطوا اسم. مش هيك بتصير الامور في الدنيا؟ هلا لاحظوا بيجي واحد ثالث هذا جاهز مجهز ما بقاش معاهم بكون بيسمع الدين منهم. هيك بصير مع الاطفال لما بتعلم اللغه بصيروا بصيروا بقولوا له يروح يجيب الكراسي كل الكراسي بيسمع حضار بيعرف شو معنى الكراسي. هلا تاني يشوف حال حالتين ثلاث بصير يربط الكرسي بالاشياء بالموجودات هاي. هلا بخربش بيجي بصير مع الولد بيجي ايش بيساوي؟ بطول اشي هو بتوقع انه هو برضه اسمه كرسي فايش هاي كله واحد لا هذا مش كرسي هو يعني. فبصير مرحله التعليم من اللي بينتج الاسم مسمى واللي بتعلم المسمى. طيب فعلى كل حال هذا عندنا مثلث ال 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 لو اخذنا كلمه تيبل تيبل شو يعني تيبل؟ طاوله. السيت مثلا اوف داتا اريانز ان روز اند كولمز. هلا شايفين هل هذا جدول؟ طيب هل هذا جدول؟ لا. اذا في براسكم صفات تصور بتطبقوها لما بدكم تفرقوا بين ايش؟ الجدول بين الاشياء بين الموجودات مزبوط؟ عشان نفرق بين الموجودات فبكون عندنا هذا التصور على شكل صفات معين. هلا بناخذ كمان الكل اللغه الناس بيستعملوا نفس الكلمه لا أكثر من معنى. هذا طريقة تطور اللغة. فشو بقوله مثلا عن الطاولة بقول لك بكفي براسهم إنه هاي كثرة أداة تستعمل لكذا في براسهم تصور عنه. إذا أول إشي بصير في عنا انتبهوا إحنا صح بنطلق الاسم على إشي معين بعدين بنستعمل نفس الكلمة مرات ليش إذا أما أهم إشي نعرف إنه الكلمة إلها أكثر من معنى. طيب وشو معنى كنا التصور او الكونسيبت سيت اوف رولز وي هاف ان مايند about certain thing in reality to distinguish similar things in reality a set of rules we have in mind to distinguish things الموجودات يعني in reality. وهي قلنا شو عرفت شو سميناها هي إيهاب؟ الما صدق. شو يعني الما صدق؟ كلمة واحدة الما صدق ها؟ متفق عليه كلمة يعني ما صدق هذه الصفات وافقها يعني أي ما وافقها يعني إذن ما وافق في القلب. طيب لو شو لو قلنا شو الفرق بين كلمة المعنى وكلمة السيمانتكس؟ ما هي؟ كلمة المعنى شو الفرق بين هيك المعنى والمفهوم؟ كلهم ايكوالز كلهم معايا. كلمة كونسبت ميني سيمانتكس نفس الشيء يعني انت نفس الشيء او معنى مفهوم. طيب استاذ احنا بنحكي لهم نفس الشيء بس روح لواحد متخصص مثلا لغة عربي او مثلا في سياقنا كل شيء لا في سياقنا بنفس الشيء في كل العلم اللي اخذناه احنا في سواء كان في اللوجيك كلمه المعنى او الـ او الـ او السيمانتكس هي نفس الشيء والتفسير حتى تقدر تحط لي التفسير في مجال زي ما قلنا كلمه لها اكثر من معنى مزبوط الكلمة كانت مرة أكثر من معنى لأنه بنوصف فيها شيء ثاني كلمة المعنى هناك بكثير. طيب
واتفقنا ناقشنا المرة الماضية إنه concept might not be agreed among all people. مزبوط؟ لو فتحنا رأس وفاء وصبحي أنت من رام الله. أنت من وين؟ واضح ليش سألت أنا من وين أنت؟ واضح ليش؟ لأنه كل ما الناس هيك مفترضة كانوا من نفس المنطقة معناته في تقاسم في انتراكشن أكثر في انتراكشن أكثر. يعني الكلمات اللي تسمعها وفاء وبسمعها صبحي بتصير جمل من نفس البيئة. يعني ليش شو يعني أيوة بتصير الانتراكشن أكثر. يعني طبعاً الناس كل ما تحكي مع اللي حواليها أكثر عادة، فبالتالي لما تحكي مع اللي حواليها أكثر من هاي هي بسموها النيجوشيشن. Meaning negotiation. شو يعني meaning negotiation؟ نقاش تفاوض. في تفاوض والمجتمع دائما في تفاوض دائم على معاني الأشياء دائما. في نظرية فلسطين كل ما طلعت فوق الناس بصيروا أذكر. طيب هلا هذا فاهمينها هاي ناقشناها المرة الماضية. هلا عادة في الأنتولوجيز قلنا إحنا عادة بناخذ إيش؟ او هو مش بس بالانتروجز، هو اصلا ما نقدرش احنا نحكي مع بعض. يعني هلا انا بحكي مع حدا بين فيكم وانتم فاهمين علي انتم فاهمين علي. هلا لو عادت لو اجي واحد من المغرب يدرسكم تفهموا علي؟ نفهم. لا تفهموا علي اكيد، بس في كثير اشياء لا نعرف قديش النسبه. نفترض جدلا تفهموا علي 60% مثلا. ليش؟ لأنه الكونسيبت يعني مش الكلمات. لا في فرق بين الكلمات واللهجة والكونسيبت. يعني هلا اللهجة نفرض إنه تعلم اللهجة الفلسطينية، اللهجة بس مش الثقافة الفلسطينية. هلا ممكن يحكي لكم أو هو يحكي لغة عربية فصحى. يعني نفترض إنه لما حكى لغة عربية فصحى تفهموا عليه؟ لا لا، هو المفهوم، هي المفهوم، أنا بنحكي على المفهوم. يعني أضرب لكم أمر، شو معناه موقف سيارات في تونس؟ شو بيقولوا لها؟ إحنا نقول لها موقف سيارات، شو بيقولوا لها؟ مأوى، مأوى سيارات. هلا طب كلمة مأوى، كلمة مأوى، كلمة مأوى بتعرفوها ولا ما بتعرفوها؟ الكلمة، الكلمة بتعرفوها والكونسيبت برضو بتعرفوا. بغض النظر كنا باركينج ولا ما موقف ولا ما بتعرفوا. مأوى في اللبنانية يعني مأواك. مأوى يعني مأواك. طيب كلمة نزل، نزل شو يعني نزل؟ شو يعني نزل؟ فندق. بيعرفوش فندق، بيعرفوا نزل. هلا اذا هون هذا الاختلاف مش هو اللي بنحكي عنه يا شباب. اختلافها مش هو اللي احنا قاعدين نشرح فيه، مش هو احنا. هذا اختلاف على مستوى الكلمات مش على مستوى المفاهيم. لاحظين منتبهين معاه؟ احنا هون نقصد اللي انا بقصده الاختلاف على الاختلاف على مستوى المفهوم. يعني بيجي واحد يحكي، طبعا كلكم لو اجى واحد يحكي لكم تخصصه مش اي تي، لاحظوا انه انتم حتى انتم شخصيا لما جيتوا على الجامعه من انتم خريجين توجيه بعد سنه بحكي في بينكم كومون كونسبت اكثر. مزبوط؟ كومون كونسبت اكثر من غيركم. لو اجى حدا ثاني يحكي عن مفهوم معين بيعرفوش او هو عندهم بيختلف مرات شوي. يعني كيف؟ يعني اللي ما قصده انا لو اخذنا في المغرب مثلا لو كلهم الأكل الفلانية هو بالنسبة له بتصور إشي وأنت بتصور إشي حتى لنفس الاسم. ليه هم بيسووا طريقة ثانية؟ لو حكينا مثلا خطبة زواج خطبة جمعة. هلا احنا بالنسبة لنا لا مش لها خطبة جمعة او من هيك كتب كتاب وحنا. هلا خطبة موجودة عندنا، انا بقول لكم خطبة موجودة عندنا بس مراسيمها بتختلف. يعني لو واحد يجي يقول يقول لك لا يا عم هاي هذا هم فلسطين هاي خطبه اسمها لا هاي مش الاختيار ها
وانا مجرد يعني فهمتوا كيف المعنى انا بقصد واضح هلا فدائما بيكون في موست كومن بروبرتيز ركزوا شباب معي عشان نستأذن شوي بين لا كوميونيتي اوف براكتس كوميونيتي اوف براكتس لما نقول لغه عربيه هو كل العربي كوميونيتي اوف براكتس بشكل عام بس برضه كوميونيتي اوف براكتس ممكن يكون شيء ثاني زي لو رحتوا على الميكانيكيه هون اللي من جنين واللي من الخليج تلك في بينهم في على فكرة مش اللغة مش كلمات بس لا بتسألهم في مفاهيم معينة مزبوط إذا في أشياء مرات بتكون أمام community of brands هل كل ما كبر المجتمع وقلت الانتراكشن شو يعني الانتراكشن زي شو شو يعني كيف الانتراكشن سبحان شو يعني تفاعل في المجتمع شو صوره نحكي مع بعض وجه لوجه نطلع مع بعض غيره ننزل مع بعض بيع والشراء يعني هو الكلام خلينا نقول هذا هاي صورة إنه وجه لوجه الكلام غيره التلفزيون ماكم لما انت تتفرج على فيلم مصري مش انت عمليا بتتقاعد مش هذا انتراكشن مش انت بتتعلم قاعد المفاهيم المصريه صح ولا لا في منهم هلا لما مغربي بده يجي يحكي معك بأني لغة بحكي معك بأني لهجة لازم يحكي لغة عربية فصحى وإلا بتهمشي عارفين شو بحكي؟ غالبا بصير يحكي معنا باللغة المصرية باللهجة المصرية وبالمفاهيم المصرية مش بس باللهجة المصرية ليش بحكي معنا هيك؟ هو لأنه هو بكون أكثر هو متفرج على تلفزيون المصري لما انتم بتتفرجوا على انا مسلسلات يا مصريه يا سوري صح سوري ما هو سوريا وفلسطين نفس البلد بس من كم من سنه صارت حدود وبطل الانتراكشن بس عمليا كل انتراكشن بين شمال فلسطين وسوريا كان لسه اكثر بين شمال فلسطين وجنوب فلسطين بس اكيد تعلمتوا مفاهيم خليجيه من المسلسلات الخليجيه صح اكيد تعلمتوا بالمناسبه مفاهيم تركيه لا 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 فهي مش كلمة والكلمات لغة عربية مفاهيم ستايل حياة هي هاي مفاهيم شو مفاهيم هم بيفطروا رز ودياري هاي الانتراكشن في الكتب الالكترونية جرايد الالكترونية هاي المقالات هذا هو الانتراكشن بين المجتمعات هلا كل ما زاد هاي الانتراكشن بنزيد بنقرب تصورنا على بعض بس هو كان عامل مفاوضات بتصير بيننا وبين المجتمعين والمجتمعات طيب تعال شفتوا هاي قلنا الرسم لازم ندرس شو معنى البولوسمي اذا البولوسمي شفنا هاي لها معنيين اللي هي is the capacity of a lexical unit to repair to master the meanings of concepts. عفوا هاي المعاني قد تكون ذات علاقة مع بعض وقد تكون تماما لا. يعني في ناس أنا بعرف اللغة بحاول إنه كل دائما في علاقة لا مش دائما مش دائما في علاقة بين والمرات هالعلاقة ضبابية ومرات مش علاقة أو في علاقة بيعنيناش المهم إنه two different concepts. هلا ليش ريتا تيمرمان تقول انه the content البوليسمي is a consequence of language او meaning evolution شو يعني meaning evolution شو يعني meaning اللي هو قلنا الكونسيبت يعني اللي هو ست خروز اللي في راسنا عن ايش التصور فالبوليسمي هي نتيجه لتطور المعنى على فكره المعنى تطور سؤال المعنى تطور كيف؟ انا بدي مثال
تصوير مثلي تلفون. هلا هذا قبل قديش؟ قبل بس ابو 15 سنه ما كانش حجمه اقل بالضبط. حتى لو اسمه تلفون انتبهوا انا بحكيش على الكلمه الشكل والتلفون. بعدين طلع اشي هو بالضبط زي التليفون اللي بنسميه الهاتف يعني التليفون الارضي بس انه مش فيش له سلاك لاسلك بس بتروح وبتيجي فيه مش لاسلكي بس جوا الدار اطلع ما له اسم صارت ذهن تصور معين مزبوط. طيب على ذكرى لاحظوا انه هذا هو زمان بكاسند ان مزبوط تكتب فيه الرقم اوكي في ادرس بوك صغير واكثر من هيك ما فيش كان. هلا قاعد بتطور على فكره في قاعد امكانيات مرات زي اللابتوب او اكثر مرات امكانيات صار وبسرعه فالمفهوم صرنا نوسع مفهومنا يعني هذا بطل انا استعمله بس للاتصال انه ابغى اتصل على واحد استعمله لا بيجوز اقل شغله اقل استخدام استعمل الجوال فيها صار الاتصال. اذا قاعد المفاهيم شوفوا كيف المفاهيم تتطور مش الكلمات ما بحكيش على الكلمات. طيب في كمان كريستيانو فيلبوم تعرفوا كريستيانو فيلبوم حضرته لها لقاء حكيت عن الليكسيكال الحاجه اللي عملته بشيء اصلا بس صار هاي تقول the most frequent انا بدي افسر لهي الوثائق واذا ما عرفتش ما اعمل the most frequent word forms او يعني الليكسيكال يونيتس are the most polysemous. شو يعني؟ شو يعني وفاء؟ شو يعني ليش؟ حل أكثر الكلمات تداولا هي اللي أكثر لا مش تطور هي اللي أكثر إلها عدة معاني دول أكثر شيء تستخدمها أكثر شيء في هذا عنده تفسير لهذه الظاهرة أكثر شيء نستخدمه مثلا زي السيارة هي أكثر شيء عليها تطور يعني مش تطور تعادل معي لما يكون في عليها تطور معناها في تعدد معي يعني مثلا التليفون كان التليفون الأرضي بعدين لأنه نستخدمه كثير وش ضروري فصار صح عدة أشكال. طيب السينونيمي شو يعني السينونيمي؟ ترادف. هلا لا لو بتيجي بقول لك في اللغة العربية لا توجد كلمتين مترادفتين توافقين ولا متعارضين؟ لا مظبوط في العربي غلط. في المدرسة شو مرادف؟ غلط طلعوا هاتوا نشوف الكلمات اللي بالانجليزي هذول بعدين نفكر تابن وتابيولر الارين هذول بروحوا على نفس الكونسبت موافقين؟ يعني عندهم اعتراض؟ طيب تابن هون ما لهاش مرادف اجت على تابن هون تابن وميسا شو يعني ميسا؟ هاي اللي بنسميها تابن يعني زي جبال على الأرض يعني في التضاريس جبل بس ايه مخصوص طريقة حارة هاي بالانجليزي اسمها ميسا او تيب اي واز فيزيتينج ذات تيب اي واز فيزيتينج ذات تيب بستعمل كلمة تيب طيب لاحظوا هل تابل وميسا مترادفات؟ لا شو مالكم ركزوا معي يلا هل تابل وميسا مترادفات؟ ليش مش لا؟ حسب الجملة لأنك استعملت في جملة بس لا إذا ترادوا يعني هاي ترعوا كيف وكأنه هي كلمة إلها خمس معاني نفترض جدلا وكلمة إلها خمس معاني هلا صعب طبعا صعب قالك كلمة الخمس معاني تبعت هاي الخمس معاني تبعت هاي ايش؟ نفس الشيء بس بجوز قالك معنى استدامة
بتقاطع ممكن تقاطع كلمه بنفس المعنى. شو يعني التقاطع؟ هيك تقاطع إن ممكن في سياق ما في يعني في سياق معين ممكن استبدل كلمه مطرح كلمه وتظبط تأدي نفس المعنى. بالتالي نقول هذول الكلمتين مترادفات. طبعا ما كلش مترادفات بالعموم، مترادفات لسياق ما او لا كونسيبت ما. بالتالي different lexical units هيك denote the same concept. ممكن نوجد انه ايوه زي مثلا خليوي وجوال وايش كمان؟ نقال ونقال. لا لا الكلمات عربية مظبوط. هذا مترادفات بس مش كل كلمه، مش كل معاني كلمه جوال ومش كل معاني كلمه خليوي. لا في معنى معين ما مترادفات 100%. هلا two units two lexical units are said to be synonyms if they can be used interchangeably in a certain context. غالبا ما هيك هي سبب السينونيمي. ليش نتيجة شو جاي؟ parallel use. مش لا parallel use شو يعني؟ هي الناتج جاي نتيجة استعمال خلينا نقول لكلمة يعني مجتمع بدور على كلمة مجتمع ثاني بدور على كلمة فبروحوا بحطوا كلمات هي جاية من مجتمعين بيكون شرط الانتراكشن قوي كثير بينهم كل واحد بده أو بروش على اتصال دائم بكل التفصيل فبيطلع كل واحد منهم إيش كلمة زي بص وشوف زي بص وشوف بص وشوف أنا أحضر لناهم مترادفات مع الزمن. مع الزمن مترادفات. مصرية. مش لغة عربية مصحة. ضروري. Some lexicographers claim أوكي حكينا هاي. طيب. ظل علينا نحكي عن آخر إشي المادة الإنجليزية. أستاذ يعني في ترادف باللغة العربية ولا لا؟ كل اللغة أنت شو رأيك؟ تكسب قليل ماشي خلينا نسألك. يعني أوكي. لا أول إشي أنت تحللي فكري قدامنا صوت عالي. يلا. هل في ولا فيش؟ ليش؟ وين؟ كيف؟ بما انه في يعني كلمات ممكن استبدلها بكلمات اخرى يعني في ترادف في ترادف ولوين المشكلة؟ كانت؟ مش ترادف ترادف هون نقصد الترادف ترادف في سياق ما او لكونسيبت معين مش في كل مش في مش في مجمل بعدش هل في اذا في كلمات ما أنا ما عمري شوفت كلمة كل معانيها مع كلمة ثانية كل معانيها بتفرق. هلا ممكن في العربي أحكي يعني أنا أجيب مثال مثال كلام نحن سياق نحن العربي وأبدل الكلمة محل كلمة ويمكن تعطي نفس الدلالة نفس المعنى بس في العربي لما كانت فيها القرآن بالتالي كلمة قال وكلمة حدث وكلمة أخبر ما بنطبق الأشياء مثلا في القرآن أي منطقة هي اعطتها خلي القران على جنب عشان يقول لك في العربي لا 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 شو لا شو هلا خلينا اوضح عنه بالتالي ما بقدر يعني بالتالي ممكن في كلام احنا في امثله من حياتنا ممكن اغير فيها ما بقدر اجي احكي انه هي كلمه تصلح في هذا يعني دائما واضح يعني قصده يقول انه اوكي بزبط على كل فكره هيك قصده يقول بزبط في كل شيء تقيم وتحط لا مش بس بدل كلمات بس بالقران ما بقدر ايش اغير كلمه مش بس بكتب المعنى لا هو هلا اقول لكم ردي لا اقول لكم ردي نظريا هلا القران عاده بدنا نناقشش لانه شيء مقدس بس هو اكيد مقدس بس احنا مش بنحكي من وجهه نظر الدينيه اذا بنحكي من وجهه نظر علميه لما لا بس بتبدل وتبدل بس خليها كمان بس خليها كمان بس يعني تفسير حاطه عندك معي لو نفس المعنى كل ما جرب كده لا احنا نقول سياق ما في لا ترادف لو تشوف الكلمه معناها يعني ما كلمه نفس المعنى لو حطيت نفس الشيء لو انت كده لا الا ما يكون في ترادف في سياق ما مش في كل اللغه يعني مستحيل لا مش تعمل يعني زي أم يعني إيش تعمل كمان؟ كلمات عربية ترادف 100% لا خبرتني رغد الصبح إنه لازم أخلص المحاضرة بدري قالت لي
كانت لي علاء الصبح اني لازم ادرس محاضره بالليل. خبرتني وقالت طيب اصلا في اختلاف باللغه انا خبرت اخذ مفعول بي اول وثاني وفرق نحكي على خلينا هاي اختلاف لغوي مش اختلاف سيمانتكس هذا ليكسيكال هاي مشكله هاي مشكله مش في المعنى في المعنى ادوا تماما نفس الصوره لا اصلا ممكن احكي جمله قاله من دون ما استعمل فيها مثلا مفعول الثاني فبالتالي هون اعطيت معنى ممكن استعملها فيها وبالتالي هون اعطيت معنى غير انا مستعمل كلمه خبره وقالت لي واخبرتني عشان هيك صار في قال وخبر بيرتفعوا على بعض بس بيقول بيحكي انه في مثال معين تقدر تستعمله بس بس الاختلاف اللي انت قاعد تشير له مش اختلاف في المعنى طبعا حكيت لك اول شيء اختلاف بالقواعد شيء بنسميه مورفولوجيكال يعني قواعد التصريف بس طالع معنى طيب طبعا كل كلمه قد يكون عشان اعيد بطريقه اوتيكال انا قد يكون اخبر لها 20 معنى وقال لها 20 معنى ولا معنى بالطابق الا اللي انا استعملته هسه يعني بيختلفوا 19 و 19 ممكن واحد ثاني يدرس مثلا عربي ومتخصص في اللغه يقول لك لو جملتين مش زي بعض كل واحد لها معنى شكل إذا كان هذا الكلام بده يكون صحيح معناته إذا كان هاي الأسامشن صحيحة معناته مش ممكن إن نقدر نبدل كلمة ونطرح كلمة بس في الواقع نبدل ولا لا ومنفهم على بعض 100% نفس المعنى ولا لا معناته النظرية مش مظبوطة كأمثلة كيف أقول شيء أمثلة في حياتنا بسيطة اه يعني حياتنا بسيطه بس ما بتقدر يعني اصلا علماء مجمع اللغه العربيه لما حطوا المعاجم اول شيء لما في ترادف احنا شو قلنا ترادف على كل المعاني مظبوط صعب ممكن نسوي امثله بس في امثله بس انا بحكي تصور سياق المقصود فيه سياق كل هاي الغرض بس بستعمل كلمه سياق انا مجازا بستعملها انا بقول كونسبت والهي كونسبت هو بتختلف السياق عن الكونسبت واضح بس السياق يعني هذا للمتخصص بقول الكونسبت مجازا مرات بسمي سياق لانه بجوز ابسط في الكونسبت استاذ احنا لمستوى تفكيرنا ممكن مثلا يطلعوا الاشياء نفس الشيء بس انت بتكمل علم فهذا العلم لازم يبقى ماشي ما انا متفق معك تمام بس انا بقول لك انت بتقولي انت تعرفي ومين دخل؟ مين دخل؟ الأستاذ ولا المدرس؟ المدرس الثلاثة دول تقدر تستعمليها في هاي بدها هاي الجملة معناها كلهم كلمة مش كلمة أنا يعني لغوية كل واحدة لها معنى شكل لا 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 لغوية كل واحدة بجوز لها 10 معاني أنا شو اللي بقوله هون؟ إنه الثلاث اللي هم 30 معنى في واحد منهم في هذا المثال بالضبط في هذا المثال بالضبط معناته هذول الثلاث في كونسيبت مشترك بينهم بيأدوا تصور مشترك ما يعني في اختلاف أكيد يعني أنا أصلاً ضد إنه في كلمة وكلمة 100% بالضبط طيب تعدد المعاني شباب هلا قلنا حتى لو خلينا نشوف صحه هاي الشغله نشوف صحه ابراهيم شو رايك في هاي الجمله هلا احنا هون طلعنا من اللغه دخلنا على عده لغات مالتي لينجواليزم او مالتي لينجواليزم كونسبتس ار نوت توتالي لانجويج اندمنت طب كمل شوي شو قلنا احنا وين الكورسات موجوده؟ في الوسط مش موجود مش السيمبلز لا اللغه غير لا اللغه وين؟ اللغه هون صح؟ اللغه المنطقه هاي وهذا وين؟ هذا في راسنا هذا مشترك وهذا الواقع طيب هو الكونسبت بيعتمد على احنا شو قلنا هون؟ كونسبتس ار نوت توتالي لانجويج اندبندنت بس المفروض يبقوا
طب ليش هم مش اندبن؟ انا فاهمين علاش نحكي مركزين معنا شذا؟ بس هم بالمرة مش نعمل اندبن. ليه؟ لانه احنا كنا صرت بنحكي عن فكرة مش عن كيف نوصفها. فكرة؟ شو دخل الفكرة باللغة؟ خلي شو حي لما شباب لما واحد بحكي مرة خلي كمل مرة. هي وسيلة التعبير عن هاي الفكرة، بس الفكرة موجودة في رؤوس كل البني آدمين. بيحكوا عربي أو إنجليزي؟ عربي إنجليزي. هلا أنت بتحكي إنجليزي وبتحكي عربي مزبوط؟ شي هاي؟ أو؟ اختلفت؟ لا ما بحكي لك الكونسيبت نفسه. يعني قصدك تقول هل معناها قصدك معناها تفيد اندبندنت؟ معناها هم مش اندبندنت، يعني هم المفروض يكون اندبندنت. انت عندي اللي تعرف تقوله اندبندنت. انت بتقول الكونسيبت اندبندنت صح؟ اه هيك لانه شوي شوي ليش بس خليك انت بتقول الكونسيبت اندبندنت مظبوط؟ لا كونسيبت اندبندنت في اللغه، هذا اللغه صح. طيب لانه اثنين سواء في عقل عربي او في عقل امريكي نفسها يعني كيف مرسومه في مجرد اختلاف بس صار التعبير السيمبل هو اللي اختلف. اي موافقين؟ الا انا شو بقول، انا شو بقول سبحان الله مش موافق. أنا بقول دي أرنب توتر لا بس بحد شخص على بيحكي كذا لغة. هلا أنا هو هون أنا أعرف ليش. هلا أول إيش معناها هاي إذا بدنا ننظم النقطة بتصير concepts are sometimes language dependent. يعني إذا ما أرضو صح. Sometimes they depend on language. صح. هلا كيف؟ هلا إحنا عندنا symbol وعندنا thing. يعني ممكن أجيب لغتين symbol اللي هو ال word اللي هو lexical term بشيلها نفس الثينج. طيب في اللغتين ولكن عشان الثقافتين مختلفتين الكونسبت ممكن هاي تسوي كونسبت ايجابي، يعني ممكن هاي الكلمه تستخدم. اعطينا مثال انت يعني هلا مش عارف بس يعني ممكن مثلا يعني احنا خلينا نحكي لو نوسع الليكسيكال يعني ممكن نستعمل فريز. اه فريز نجيب فريز يعني من كلام معين بين الناس في لغه يعني نفس الكلام تحديدا يشير نفس الثينج ولكن هون هذول بيستعملوه في ثقافتهم بين الناس بس في ثقافة أخرى كل المفهوم كونسبت سلبي ما بيستعملوه بين المواطن. مثال هاي الإشارة عندنا هاي اسم بالمناسبة؟ اه انه مش انه تعبير مجرد تعبير اوكي طلع معنا مجرد تعبير لا على فكرة هي هيك بتعمل شيء وهيك بتعمل شيء لا سوري هاي 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 شو معناها؟ سننتصر مزبوط؟ او مثلا هيك بس بدك طيب لا انا بعطيكم مثال على هاي المفهوم نرجع للمثال اللي هو اللبن اللبن هلا واحد فرنسي شوف اللبن شو بقول؟ هاي جبنه طبعا جبن ولا في نقاش اصلا يعني انا تبى جنون اصلا انها مش جبن يعني اي شيء صنع من الحليب جبن بده يكون بغض النظر مش اي شيء صنع من الحليب لا شو بتقول على هيك شكلها وطعمها ولو قلت له حتى كيف تسويها بتبعش انها جبن هلا احنا شو بنقول عنها؟ لبن مش مشتقات شو؟ لبن مش الحليب يعني ليش مشتقات هي نوع من انواع اللبن ولا نوع من انواع الجبنه؟ لبن احنا بالنسبه لنا لبن بالنسبه لهم جبنه اذا اختلف التصور صح؟ اذا اقول لكم شو بالضبط هاي معناها اذا يعني البعض زي ما حكى ابراهيم بقول انه يعني sometimes concepts are language dependent ليش؟ مش ومش لان هاللغه بتختلف لانه اللغه بتعبر عن ثقافه هو اختلاف الثقافه مش اختلاف اللغه بس واختلاف الثقافي مش اختلاف اللغة بس عشان اللغة لها ثقافة معينة صار تنعكس على اللي بيحكوه لا بيجي يعني كيف انواع الفواكه بتقدر تحكي انه نفس نوع الفواكه له اسمين من نفس الشكل نفس النوع يعني اكثر الناس بيكون اسمين يعني على ما حسب النوع انا ما بحكيش على الاسم تمام زي احنا بنحكي على الكونسبت يعني تصنيف الشيء زي ما حكى
يعني بس هاي شغله علميه انه البندوره الفواكه والخضار هاي شغله علميه يعني نقول مش جاي كلتشر سبيسيفيك او لانجوج سبيسيفيك بس في كثير اشياء زي مثلا كلمه جهاد هلا زي ما حكى ابراهيم هناك عند اللي بيحكوا عربي هاي جهاد هذا إشي مريح بس في ثقافات ثانية قد يقول لأن تصورهم بيختلف تصورهم بيختلف مش إنهم موافقين عليه ولا أنا رحنا علم مش سياسي تصورهم عنه بيختلف على كل حال هلا مور ماني كونسيبتس بس ستيبل زي ما حكى صبحي ماني كونسيبتس ار شير كروس لانجويجز مظبوط سبيشالي اف ذا سبيكرز اوف ذيس لانجويجز انتراكت وذ ايتش اذر يعني لو جينا اخذنا اهل قبرص شو بيحكوا يوناني وشفنا كديش هم اكثر شيء انتراكشن مع سوريا ولبنان سوريا ولبنان تركي اكثر شيء مع انه هاي اللغتين مختلفه هلا لو سالنا كديش المشترك في الكونسنس بين اهل قبرص واهل لبنان بعدين اهل قبرص وكانوا مثلا فرنسا طبعا مع لبنان اكثر بس نقول لبنان زي فرنسا هي لبنان زي فرنسا طيب مع حكينا the more interaction between two communities speaking different languages the more shared concepts can be found وهذا مثال على تعدد اللغات هلا كان انا بقدر افسر لها هاي في نظمة التقاطع محمد يلا شو يعني مكسور؟ هذا آخر سلايد هذا إنه بين اللغات نفسها في مناطق مشتركة تبقى عبارة عن نفس الكونسيبت نفس الأشياء وفي أشياء ثانية يعني هاي المنطقة شو بتعني؟ إنه الإنجليزي والفرنسي بتكون بإشي بيختلفوا عن العربي هاي بتعني إنه الإنجليزي والفرنسي في بينهم إشي مشترك باختلاف عن العربي كونسيس مش موجود عند العرب في هذا الشيء بتقدر تجيب لي مثال؟ أنا بعرف إيش. طيب إيش بين العربي والفرنسي؟ في إيش بين العربي والفرنسي مشترك مش موجود باللغة الإنجليزية. هلا كان بودي على فكرة إنه أقدر أعمل كوانتيفيكيشن للاختلاف والعربي بلشت أعمل في إكسبيرمنت أسويها وبعدين ما كملتهاش لأنه بصراحة مش طلاب مرات بفسر الغلب. كنا من أنا كنت بدي أعمل إكسبيرمنت أعمل إنديكيشن طبعا بس بديش بيسمي بالمنين إنديكيشن فنديشن المشترك وهاي الدوائر بالمناسبة هاي مش ثابتة هاي الدوائر مش ثابتة بتفوت وبتتحرك بناء على مروة بناء على إيش؟ شو يعني الانتراكشن هو؟ تفاعل بين المجتمعات يعني احنا لما احتلونا انجلترا بجسرنا نوعنا مع الانتراكشن احتلال كد ما هذول كد ما بصير في انتراكشن نتعلم كونسبت من بعض مظبوط بالمناسبة الشاورما كلمة تركية مظبوط معناها لحم المنفوف اللحم المنفوف او الخبز المنفوف مش متذكر المهم تعرفوا انو اللي عمل الكونسبت انو اللي اخترع الشاورما عمره 1000 سنة ما كان انا شفته في متحف تابع لجامعة الدول العربية كان هيك بالضبط الماكنة كان يحطوا شرائح اللحمة مش كل الذبيحة زي ما بقولوا مش كل الخروف مثلا لا يصفتوا ولعوا نار ولفوها هيك وحكموها وقصوا وردوا رجعوها عمرها 1000 سنة تعرفوا من وين؟ فجأة فلسطيني هلا شو اللي صار؟ اجوا الاتراك لما في الدولة العثمانية احنا بنسميها مش خلافة اكيد لا احنا بنسمي انها كمان خلافة هلا تعلموا الكونسيبت اخذوا نقلوا للدول هلا احنا صرنا نستعمل الكلمة تبعتها شفتوا كيف؟ بجوز هم طوروا عليها ما بعرفش بجوز الماكنة بجوز البهارات بجوز لا بس
هاي الاشياء زي مثلا خذ على كل حال في كثير من الـ من الـ من الـ شوفوا اللي بيخترع شباب اللي بيخترع الشيء هو اللي بيعمل الكونسنس على كل حال it is interesting انا دائما بقول انه في حدا يعمل اكسبيرمنت هيك مشروع ولا شيء يعمل قياس لهاي الاشياء يعطيكم العافيه.